متسبقا شوف تيفي نوت، اهلا مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر عاجل ومباشره من تطوان بعد فشل صفقته مع الوداد اصابه ايوب الكحال فيروس كورونا. ايوب الكحال لاعب فريق المغرب التطواني طبعا بعد فشله في صفقته مع الوداد فريق وداد البيضاوي تعرض للفيروس كورونا متسبين. اذا الخبر عاجل ومباشرة من تطوان بعد فشل صفقته مع الوداد إصابة أيوب الكحال بفيروس كورونا. عاجل إصابة أيوب الكحال بفيروس كورونا. علمت شوف تي في أن الفحوصات التي خضع لها اللاعب أيوب الكحال أمس الثلاثاء أثبتت إصابته بفيروس كورونا، وذلك تزامنا مع الضجة التي أثرتها صفقة انتقاله إلى الوداد الرياضي. وأوضح مصدر شوف تي في أن المايسترو المغربي التطواني خضع للتحاليل كورونا أمس الثلاثاء تمهيدا للانضمام إلى تدريب الفريق إلا أن النتائج أظهرت إصابته بالفيروس المروع. جدير بالذكر أن صفقة انتقال أيوب الكحال إلى الوداد أثارت ضجة واسعة خلال الأسبوع المنصرم بعد رفض اللاعب التوقيع للفريق الأحمر بسبب وقوع خلاف حول أمور مادية. إذن أيوب الكحال متسبعين بعد ما دار الفحوصات الطبية أمس الثلاثاء أثبتت التحاليل أنه أصيب بفيروس كورونا. وطبعا أيوب الكحال كان انتقل خلال الأسبوع إلى العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء رفقة أخيه اللي هو وكيل المناجر أديالو، ولكن طبعا أكدت بعض المصادر أنه ما كانت أمور ما تفهموش عليها من الجانب المادي خلاف حول الجانب المادي. إذن متسبين أيوب الكحال أمس حط الرحال بملعب صنيعة الرمل من أجل التدريب، وكان أول أمس خدا فحوصات طبية تبتت أنه تصاب بفيروس كورونا. إذن مباشرة من تطوان عاجل إصابة أيوب الكحال لاعب فريق المغرب التطواني فيروس كورونا. علمت شوف تي في أن الفحوصات التي خدع لها اللاعب أيوب الكحال أمس الثلاثاء أثبتت إصابته بفيروس كورونا، ذلك تزامنا مع الضجة التي أثرتها صفقة انتقاله إلى الوداد الرياضي. وأوضح المصدر شوف تي في أن المايسترو المغرب التطواني خضع للتحاليل كورونا أمس الثلاثاء تمهيدا للانضمام إلى التدريب الفريق إلا أن النتائج أظهرت إصابته بفيروس المرعب. جدير بالذكر أن صفقة انتقال أيوب الكحال إلى الوداد أثارت ضجة واسعة خلال الأسبوع المنصرم بعد رفض اللاعب توقيع للفريق بسبب وقوع خلاف حول أمور مادية. طبعا أكدت لنا مصادر خاصة من داخل الوداد أنه حضر اللاعب أيوب الكحال رفقة أخيه اللي هو وكيل أعمال ديالو طبعا بعد موقع خلاف على الأمور المادية بالعاصمة الاقتصادية، الشيء اللي ما أداش إلى توقيع هذا العقد حسب مصادرنا الخاصة. إذن أيوب الكحال لاعب فريق المغرب التطواني بمناسبة نالوا الشفاء العاجل الله يشافيه. طبعا هذا الفيروس اللعين الذي أربك حسابات الكل واخترق كل المجالات الرياضية والفنية والسياسية والإدارية وكل القطاعات، المزيد من الحيطة والحذر. إذن علمت شوف تي في أن الفحوصات التي خضع لها اللاعب أيوب الكحال أمس الثلاثاء أثبتت إصابته بفيروس كورونا، ذلك تزامنا مع الضجة التي أثرتها صفقة انتقاله إلى الوداد الرياضي. طبعا الأسبوع المنصرم كالقيل والقال عبر انتقال اللاعب أيوب الكحال من أجل توقيع عقد مع النادي الوداد الرياضي. كانت مجموعة ديال الآراء، شي تيقول الصفقة ماشي هذيك، شي تيقول شي شيك مشى، شي تيقول شي شيك جا، شي تيقول أنه كانت وعود أنه غتعطلو السيارة والشقة. والمبلغ اللي اكدتنا مصادرنا الخاصه انه كان محدد في 20000 درهم كتعويض شهري، فيما ان هذا الشيء ما تحققش حسب مصادرنا الخاصه، انه كما قلت كانت تعطى له الشقه والسياره. من بعد هذا الشيء ما كانش، هذه هي الامور الخلافات الماديه اللي كان عليها النقاش اللي كان السبب الرئيسي في عدم توقيع اتفاقيه ديال ايوب الكحال مع الوداد البيضاوي. اذا طبعا تسنى باش ناخذوا تصريح كان رفض من طرف محمد الكحال اللي هو شقيق ديال ايوب الكحال. اكثر من مره درنا مع موعدك للاسف مرتي وعدنا تيقول لك اوكي اليوم غادي ناخذ معكم تصريح، من بعد تراجع تيقول لك لا انا حقا استشرت ما استشرتش. على العموم بقات الامور فيها الغموض، ولكن نتمنوا بالفعل انه يكون عندهم الجراه كذلك ويخرجوا بتصريح صحفي لوسائل الاعلام المحليه والوطنيه لتسليط الضوء على هذا الموضوع متسبنا. طبعا نتمنوا الشفاء العاجل لايوب الكحال لاعب فريق المغرب التطواني شاب ابن مدينة الحمر البيضاء، طبعا نتمنى له التوفيق والشفاء العاجل. لأن إصابة أيوب الكحال بفيروس كورونا علمت شوف تي في أن الفحوصات
ان الفحوصات التي خضع لها اللاعب ايوب الكحال امس الثلاثاء اثبتت اصابته بفيروس كورونا، ذلك تزامنا مع الضجه التي اثرتها صفقه انتقاله الى الوداد الرياضي. واوضح مصدر شرطي بان المايسترو المغربي التطواني خضع للتحاليل كورونا امس الثلاثاء تمهيدا للانضمام الى تدريب الفريق، الا ان النتائج اظهرت اصابته بالفيروس. طبعا اكدتنا بعض المصادر انه امس حضر في الملعب على حدود الساعه الخامسه مساء. نتمنى تكون الامور يعني بسلام، هذا هو الاهم. تهمنا الفريق ديال المغرب التطواني انه ما يتعرضش لشي اذى، ونتمنى كذلك الشفاء العاجل لايوب الكحال وكل اللاعبين وكل المواطنين والمواطنات المصابين بهذا الفيروس الفتاك. اذا مباشره من تطوان بعد الضجه اللي وقعت على ايوب الكحال في اطار الصفقه اللي كانت وقعها مع فريق الوداد الرياضي، اللي باتت في الفشل للاسف بخصوص امور ماديه لا غير. كما قلت اكدتنا مصادر خاصه انه كان مقترح او في الكواليس انه تكون شقه وسياره و20000 درهم في الشهر. 20000 درهم كانت بقات، ولكن الشقه والسياره ترفضت على العموم رغم ان ايوب الكحال ما حصلش على رخصه السياقه. أكدتنا بعض المصادر كذلك أنه بعد ما أثرت شفتي في هذا الموضوع تعاقد مع إحدى السائقين لسياقة سيارته الخاصة نظرا لعدم حصولها على رخصة السياقة. هذا هو الموضوع. إذا مباشرة من تطوان متسبقا شفتي في، وإحنا معكم في هذا البث المباشر. طبعا توصلنا بعض الخبر العاجل للأسف كذلك، كنتمناو الشفاء العاجل لأيوب الكحال وكل المصابين بالفيروس الفتاك. الله يشافي خويا إسماعيل يقول، الله يشافي خويا أيوب يقول إسماعيل فاتي كتقول تاهي الله يشافيه. إذا نتمناو بالفعل الشفاء العاجل لاعب فريق المغرب التطواني أيوب الكحال، ونتمناو الدعوات ديالكم كذلك بالشفاء العاجل في القريب العاجل ويرجع الميادين. اذا متسبعين طبعا، ولكن هذا الان خص رئيس ديال الوداد انه يدير التحاليل والمخالطين ديالو وما اكثرهم، لانه تيتحرك بزاف ايوب الكحل. اذا نتمناو كذلك الشفاء العاجل. اذا مباشره من تطوان متسبعين، اصابه ايوب الكحل بفيروس كورونا. علمت شوف تي في ان الفحوصات التي خضع لها اللاعب ايوب الكحال امس الثلاثاء اثبتت اصابته بفيروس كورونا، ذلك تزامنا مع الضجه التي اثرتها صفقه انتقاله الى الوداد الرياضي. واوضح مصدر شوف تي في ان المايسترو المغربي التطواني خضع لتحاليل كورونا امس الثلاثاء تمهيدا للانضمام الى تدريب الفريق، الا ان النتائج اظهرت اصابته بفيروس مرعب. نذير بالذكر ان صفقه انتقال ايوب الكحال الى الوداد اثرت ضجه واسعه خلال الاسبوع المنصرم بعد رفض اللاعب توقيع للفريق الاحمر بسبب وقوع خلاف حول الامور الماديه بين الفريق واللاعب ايوب الكحال، اللي كنتمنوا له كذلك الشفاء العاجل، الله يشافيه ويعافيه كذلك ويرجع للميادين في القريب العاجل. اذا لاعب ايوب الكحال ابن مدينه تطوان الحمر البيضاء للاسف تيتصاب بالفيروس كورونا. نتمنوا له الدعوات ديالكم الشفاء العاجل ان شاء الله، هذا هو الأهم. إذن عاجل ومباشرة من تطوان بعد فشل صفقته مع الوداد إصابة أيوب الكحال بفيروس كورونا. طبعا للتذكير متسبعينا، الفيروس الذي أربك الحسابات ديال الكل، واستبشرنا خيرا كذلك بالتعليمات الملكية السامية انطلاق عملية التلقيح في الأسابيع المقبلة لهذا الفيروس الذي أربك الحسابات. على إثر ذلك متسبعينا ترجعوا لموضوع ديال أيوب الكحال اللي نتمنوا له الشفاء العاجل، ونتمنوا كذلك الحيطة والحذر، لأن طبعا هادشي أربك الحسابات ديال الكل، ونتمناو الدعوات ديالكم بالشفاء لأيوب الكحال لاعب فريق المغرب التطواني. إذا احنا بمناسبة أمام ملعب فريق المغرب التطواني، نتمناو الدعوات ديالكم بالشفاء لأيوب الكحال لاعب الفريق بعد ما أثبتت فحوصات اللي خضع لها اللاعب اصابته بالفيروس الكوفيد 19. نتمنوا في القريب العاجل الله يرجع للميادين بصحه جيده مع مزيد من الحيطه والحذر متسبعين. اذا مباشره من تطوان، علمت شوف تي في ان الفحوصات التي خضع لها اللاعب ايوب الكحال امس الثلاثاء اثبتت اصابته بفيروس كورونا، وذلك تزامنا مع الضجه التي اثرتها صفقه انتقاله الى الوداد الرياضي. واوضح مصدر شفت فيه ان المايسترو التطواني خضع لتحاليل كورونا امس الثلاثاء تمهيدا للانضمام الى تدريب الفريق، الا ان نتائج ظهرت اصابته بفيروس المرعب. جدير بالذكر ان صفقه انتقال ايوب الكحال الى الوداد الرياضي اثرت ضجه واسعه خلال الاسبوع المصارين بعد رفض اللاعب توقيع للفريق الاحمر بسبب وقوع خلاف حول امور ماديه. اذا متسبعين نتمنى هو بالفعل الدعوات ديالكم الله يرفع علينا هذا الوباء،
وما بغيناش نسمعوا كذلك اللاعبين في جل الميادين والتخصصات يتصابوا بكورونا. اذا متتبعينا مايسترو المغرب التطواني خضع تحاليل كورونا امس الثلاثاء اكدت انه مصاب بهذا الفيروس. اذا نتمنوا الدعوه ديالكم الله يرفع علينا هذا الوباء ونتمنوا نشوفوا اللاعب ايوب الكحال في رقعه الملاعب في القريب العاجل. نتمنوا الدعوات ديالكم متتبعينا الله يشافيه ويعافيه هذا هو الاهم. اذا كما قلنا قيل والقال في الاسبوع المنصرف صفقه انتقال ايوب الكحال فريق الوداد البيضاوي اكدتنا بعض المصادر الخاصه انهم اربعه ديال المرات هو تيطلع للدار البيضاء لدردشه مع الرئيس الوداد الرياضي، الا ان الامور باتت بالفشل للاسف في خصوص الامور الماديه. وكما قلت اكدتنا مصادر خاصه حصريه لشوف تي في انه كان اتفاق حول الشقه وسيارة ومبلغ ديال 20,000 درهم، إلا أنه هذا الشيء ما كانش. وهنا ما كتبش أنه يتم توقيع هذه الاتفاقية فيما أكدت مصادرنا الخاصة كذلك أنه المبلغ ديال الصفقة خصو يتقبض قبل توقيع العقد. إذن طبعا هذه الأمور اللي بقات غامضة وما تعرفش شنو السبب الحقيقي في الحقيقة ديال عدم توقيع الأمور رغم الاختلافات المادية. كاين شي حاجة في الكواليس أكثر من ذلك. وكما قلت شفت فيديو اتصلت بالأخ ديال أيوب الكحال محمد الكحال اللي هو المانجر ديالو وكنا خدنا معاه أكثر من موعد، ولكن للأسف كل مرة تيتراجع على الموعد لأسباب كيعرفها هو وتعتذر لعدة أسباب أخرى. ولكن للأسف تأسفنا كثير كذلك بإصابة أيوب الكحال بعد ما خضع التحاليل والفحوصات اللي أثبتت إصابته بكورونا. نتمنوا الدعوات ديالكم الله يشافيه ويعافيه ونشوفوه في أراضي في الملاعب في القريب العاجل، رغم أنه كما قلت الضجة اللي وقعت في هذا الأسبوع حول أيوب الكحال ورئيس المغرب ورئيس الوداد الرياضي. ومن بعد اكدت لنا مصادر انه الصفقه تلغات بشكل نهائي لان ما وصلوش لحل اتفاقي، وجا الملعب ثانية الرمل باش يرجع الفريق المغرب التطواني يكمل هاد شهرين، الا ان الفحوصات اثبتت كما قلت اصابته بالكوفيد 19. نتمنوا الدعوات ديالكم الله يشافيه هذا هو الاهم، ونتمنوا ما نشوفوش مثل هاد المشاكل اللي كيتخبطوا فيها بعض اللاعبين مع بعض رؤساء الفرق والبيع والشراء والكواليس والتسمسر. كفانا من التسمسر، بغينا رياضه ثقافه، بغينا اخلاق رياضيه ثقافه واخلاق، ماشي هو البيع والشراء. البيع والشراء راه تيكون في الخزاين وفي المحلات ماشي في الكره. بغينا ننضجوا ونعطيوا احترافيه بشرح ملح كما تنقولوا في الحقيقه، لان هذا الشيء تيأسف. كتلقى لوبي تيتدخل في البيع والشراء ديال الصفقه، او كتلقى شي جهه معينه هم الواحد هو المال اكيد لا قل ولا اكثر، تدخل في الصفقه وكتجي جهه اخرى باش تفرتك الصفقه كما تنقولوا، لانه ما كنتهموا حتى شي جهه معينه، ولكن على ما يروج في البيع والشراء. ونبقى يعني الامور بالملايين طبعا، حتى لا اقول ملايير الان في البيع والشراء ديال اللاعبين، هذا موضوع للنقاش في مباشر اخر. اذا متتبعينا عاجل مباشره من تطوان بعد فشل صفقته مع الوداد اصابه ايوب الكحال بفيروس كورونا. علمت شوفت في الفحوصات التي خضع لها اللاعب ايوب الكحال امس الثلاثاء اثبتت اصابته بفيروس كورونا، ذلك تزامنا مع الضجه التي اثرتها صفقه انتقاله الى الوداد الرياضي. اوضح المصدر شفت بان المايسترو المغربي التطواني خضع لتحليل كورونا امس الثلاثاء تمهيدا للانضمام الى التدريب الفريق، الا ان النتائج اظهرت اصابته بفيروس المرعب. جدير بالذكر ان صفقه انتقال ايوب الكحال الى الوداد اثرت ضجه واسعه خلال الاسبوع المصارين بعد رفض اللاعب توقيع للفريق الاحمر بسبب وقوع خلاف حول الامور الماديه كما قلت. ونتمناو الشفاء العاجل كل المرضى ديال الكوفيد. ما بغيناش نرجعوا طبعا لهذ الامور، انا نبقاو نسمعوا اللاعبين للاسف، خصنا العقل السليم الجسم السليم الحيطه والحذر، هذا هو الاهم. اذا ايوب الكحال للاسف بعد الصفقه اللي ترفضت كان عاد تم التوقيع ديالو مع الوداد الرياضي تم ما وصلوش لاتفاق، كان وقوع خلاف حول امور ماديه. الان تيتصاب الدعوات ديالكم بالشفاء العاجل لهذا الشاب ابن مدينه تطوان لاعب فريق المغرب التطواني ايوب الكحال. اذا متتبعينا دائما الدعوات ديالكم الله يشافي كل مرضى كوفيد 19. ما بغيناش نسمعوا ضحايا
ديال الكوفيد، ولكن شاءت الأقدار متبينة أننا نسمعوا لاعبين مجموعة ديال الفرق الوطنية والدولية كذلك تيتصابوا بهذا الفيروس. اللاعب مباشرة من تطوان علمت شفت في أن الفحوصات التي خضع لها اللاعب أيوب الكحال أمس الثلاثاء أثبتت إصابته بفيروس كورونا، ذلك تزامنا مع الضجة التي أثرتها صفقة انتقال إلى الوداد الرياضي. نتمنوا الدعوات ديالكم بالشفاء الأيوب الكحال. شكرا لكم على التفاعل والتعليقات. الوداد هي اللي دارت الضجة، الضجة نفسها. هذا اللاعب باقي خصو يلعب 4 سنين أخرى في تطوان باش يوصل للمستوى اللي يسمح عليه التوقيع مع الوداد، يقول محمد. إذن متسبعينا، على العموم الأهم الآن هو الإصابة ديالو، الله يشافيه. بغينا الدعوات ديالكم، يعني الموضوع الرئيسي هي الدعوة ديالكم بالشفاء الأيوب الكحال ابن مدينة تطوان الحمر البيضاء ولاعب فريق المغرب التطواني اللي كان كما قلت هذه وقع في الأسبوع المنصرم مع الفريق الوداد الرياضي، ولكن خلاف وقع حول الأمور المادية كان سبب رئيسي في عدم توقيع الاتفاقية مع هذا اللاعب بالفريق الوداد الرياضي بالدار البيضاء. اكدت المصادر كما قلنا للمره الرابعه هما تيطلعوا، يعني الخلاف كان طويل ماشي المره الاولى والثانيه والثالثه، لكن الرابعه هي النقطه التي افادت الكاس. شكرا لكم على التفاعل والتعليقات. نتمنوا الدعوات ديالكم لرفع علينا هذا الوباء، ونتمنوا الشفاء العاجل كذلك الايوب الكحال. شكرا لكم.